انينا الاشرة مير ومير انا فيل دي نجمينا، وقلنا نشوفوا استراتيجية كيف نقدروا نطبقوا كلام الرئيس الدولة ورانا ليه. الاستراتيجية اللي خدتناها دي عندنا استراتيجية، انا طلعت يوم الاستراتيجية، انا طلعت يوم ده جمينا مشينا في تيران ونادينا كل الفرنسير القاعدين بقشوا بسل الوساخة من الكانيفو. اي فرنسير قمة وقايد بشيل الوساخة المرقة من الكانيفو ده بوديه بعيد، والكانيفو القائد فاتي قايد بسدوه، والكانيفو اللي السما نظفوه قايد بنظفه فوقه. عندنا برنامج خدتينا لكلام الضو هنا النار، الضو هنا النار ده قلنا انين الميري ومع السوسيتي الاس ان اي السوسيتي المكلف بالكهرباء ان شاء الله نسوي جهد عشان نجمعنا في الليل تضاوي ما نقعدوا في ظلام. والرئيس ده كله قال لنا ناسكو كتير وما تقدروا تكفوهم، خدتوا برنامج وانينا من مرقنا ده جينا شلنا اريتي عشان يشوفوا عندنا جري سالاريال. الجري ده الناس ده يطبخ الجري، والنادم اللي ما بقدر بخدم كله لازم نقول له يقف من الميري. خدتنا لجنة تقوم تمشي تفيريفيا يعني تبحث من الريزيرف دول ده وين وتريسانسيهم كلهم كي تجيب لينا. ومن يوم ده انينا نطهروا اي ريزيرف ما ينتو لي بارتيكولي. في 3 يوم ده نقول خدمينا مشى قريب 90% وفضل 10% ده كله على اليوم فجر ده بيكمل.